اهلا بيكم اصحابي في قناه العاب سينا. النهارده جبت لكم كرتونه كامله من لبان الفنان الكابتن صلاح. هنا بنكسب بلعب كتير قوي، بيكسب سبينر وعجله وكوره وموبايل، بيكسب حاجات كتير. يلا نفتح الكرتونه دلوقتي ونشوف ايه الهدايا بتاعتنا. بس قبل ما نفتح الكرتونه هنبعت اول اهداء الى هيل وليل. ليه ده كويس اديني بقى، وتاني اهداء الى ميرا. يلا بينا نفتح. ايه ده؟ دوت شكل اللبان. دلوقتي انا هوريك شكل اللبان من جوه. دوت شكل الكيس. يلا احنا كل واحد بقى ياخد شويه ويفتح، واللي هياخد الهديه هو تبقى الهديه دي ليه لما نبقى نجيبها ونبدلها من عند اللي احنا اشترينا منه. يلا نفتح. ماما انا كتبت صوره لعيب دوت انا مش عارفاه. اهو شكل اللبان، صغير قوي بس طعمه اكيد حلو. انا كسبت واحده لبان حمراء. كسبت سبينر. انا كسبت اللي هي لعبه البلاستيك. هنا مكتوب كسبت هديه بلاستيك من هذه الهدايا الجميله بشرط ان تكون مختومه من الشركه. يعني احنا هنروح دلوقتي اللي احنا اشترينا منه اللبان وهنقول هندي الورقه ديت وهو هيدينا السبينر واللعبه دي. يلا نفتح بقيه الاكياس ونشوف في هدايا برضو ولا لا. ان شاء الله يكون فيه. انا كتبت صوره صلاح، وانا كمان صوره محمد صلاح، وانا كمان معايا صوره محمد صلاح. برضو كسبت صوره نفس اللعيب، وانا كسبت اللعيب ده. لبانة تانية كمان كفرة كلها كمان صورة محمد صلاح. أنا كسبت صورة سادية مانية. لحد دلوقتي كده ما كسبناش غير سبينر واللعبة البلاستيك وكلها صور. برضه صورة صورة محمد صلاح. انا كسبت صورتين في نفس الكيس بس الاتنين شبه بعض بالظبط، والاتنين برضه محمد صلاح. انا كسبت صورة محمد صلاح. دي كده الصور اللي احنا كسبناها. هنروح بقى نغير السبينر والورقه التانية راحت فين اهيت. هنروح نبدلهم ونرجع تاني. دي كده كل الصور اللي احنا كسبناها، ورحنا بدلنا الورقتين اللي احنا كسبناهم من عند السوبر ماركت. وديت اول حاجه كسبناها اللي هي بتاع البلاستيك. نقعد نفتحها. هي دي عامله زي الدبور. هنركب الجزء اللي لونه ازرق، هندخله هنا، هنضلنا نلف ونضغط على الزرار الاحمر. بتنور لون بامبا ولونها اصفر في اخضر. ودي كانت اول هدية كسبناها. وتاني هدية كسبنا السبينر اللي شكله حلو ده. يلا نفتحه ونجربه. بس سبينر شكله حلو قوي، لونه اسود وفي حاجات لونها ابيض. هنا نجربه. هنا نجربه على الارض. شكله حلو، هو بيلف عامل كانه لونه ابيض بس هو لونه مش ابيض. دي كده كانت الهدايا اللي احنا كسبناها. وكده انا خلصت الفيديو. هنبعت اول اهداء الى مازن محمد، واخر اهداء الى الحجامي عباس. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان كل يوم معانا مفاجاه جديده. مع السلامه.